والسلام على سيد البشر خاتم الأنبياء. أما بعد، الباب الثاني في صفة من تقبل روايته وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل. والفصل الأول هنا يتعلق في الراوي وشروط قبوله. كما تعلمون أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تصلنا عن طريق الرواة، ولأجل ذلك هم الذين نعتمد عليهم في اعتماد على صحة الحديث. ولأجل ذلك نجد أن العلماء اشترطوا شروطا دقيقة محكمة في الرواة وهكذا في الحديث، حتى لا يصل إلى الأمة حديث ضعيف يعملون به. ولأجل ذلك اشترطوا شروطا دقيقة محكمة، فهذه الشروط التي اشترطوها تدل على اتساع نظرهم، تدل على اتساع نظرهم وعلى صحة تفكيرهم وعلى استقامة رأيهم. وعندما نتفكر في هذه الشروط نجد أنه لم يصل إلى هذه الشروط أي دين من الأديان، وكذلك الناس الذين يسمون أنفسهم في هذا الزمان بأننا في زمن المنهجية، يعني في الجدة والترقي، وعندنا طريقة منهجية وطريقة مترقية، فنحن نستطيع أن نكتشف الأشياء كلها في هذا الزمان. في مثل هذا الزمان أيضا الناس لم يشترطوا في نقلة الأخبار مثل هذه الشروط التي اشترطها علماء الحديث حتى يصل إليهم أحاديث صحيحة. ونجد أن كثيرا من الجماعات التي وكلت عن طريق الحكومة لجمع الأخبار، عندما تأتي بالأخبار يظهر بعد زمان أنها كانت أخبار خاطئة أو أخبار مكذوبة، وهذا كله بسبب أن الذين يأتون بالأخبار هم مجهولون. الذين يأتون بالأخبار هم مجهولون. ما آفة الأخبار إلا رواتها، والرواة في هذا الزمان إذا جاءوا بالأخبار فهم مجهولون. أما علماء الحديث فهم اشترطوا بأن يكون الراوي ثقة ضابطا، بعد ذلك يقبلون حديثه، وهذا يجعل الخبر الذي يصل إلينا خبرا صحيحا، خبرا صحيحا. فهذا هو تمهيد في الراوي وشروط قبوله. شروط قبول الراوي، قد أجمع جماهير من العلماء على أنه يشترط في قبول الراوي العدالة والضبط. العدالة والضبط عند الجميع، لا بد من العدالة ولا بد من الضبط. وإذا قالوا العدالة يعنون بذلك أن يكون الراوي مسلما عاقلا بالغا غير مخروم المروءة، لا يكون لا يفعل عادات خلاف الأخلاق الإسلامية، خلاف الأخلاق الإسلامية، فيقول يكون سليما من أسباب الفسق أيضا، ولا يكون عنده ما ينقص مروءته. فهذا هو العدالة، وقد بينا هذا سابقا أيضا. فالمقصود أن يتجنب عن الفسق، وكذلك يكون متخلقا بالآداب الإسلامية، ويكون مسلم عاقل بالغ. فهذه الشروط الخمسة التي وجدت في أي راوي، فهذا الراوي يسمى بالعادل، هو عادل. لماذا؟ لأنه مسلم عاقل بالغ، ليس فيه شيء من أسباب الفسق، وهو متخلق بآداب إسلامية، متخلق بآداب إسلامية. وعندما يقولون الضبط يعنون بالضبط أن يكون الراوي غير مخالف للثقات، أن يكون الراوي غير مخالف للثقات، لا يخالف الثقات في رواية الحديث. عندما هو يروي الحديث والثقات أيضا يروون الحديث، نجد أنهم يتفقون في الرواية، يتفقون في الرواية، وهذا الراوي لا يخالف الثقات، ولا يكون فاحش الغلط، ولا يكون مغفلا، ولا يكون كثير الأوهام، ليس لا يعرض له الوهم كثيرا في رواية الحديث، وهكذا لا يكون كثير الخطأ، كلما يحدث بالخطأ، ولا يكون مغفلا، عندما يأخذ الحديث من الأستاذ لا يكون مغفلا، وهكذا لا يكون سيء الحفظ، لا يكون سيء الحفظ، إذا حفظ شيئا ينسى بسرعة.
فإذا لم توجد هذه الخمسة فيه فهذا يقال له أنه ضابط، أنه ضابط، لأنه لا يخالف الثقات أولا، ثانيا هو ليس فاحش الغلط، ليس سيء الحفظ، ولا يعرض له الأوهام الكثيرة، وهكذا هو ليس بمغفل، ليس بمغفل، فإذا هو ضابط، هو ضابط. بما تثبت العدالة؟ تثبت العدالة بأحد الأمرين، إما بتنصيص المعدلين، والمعدلون هم العلماء الذين يحكمون على الـ على الـ على الرواة بأنهم عادلون أم لا، فهؤلاء هم معدلون، بتنصيص المعدلين، يعني إذا حكم هؤلاء العلماء ونصوا وعينوا أن فلان من الثقات، فبهذا تثبت عدالتهم، تثبت عدالتهم، مفهوم؟ والشيء الثاني تثبت بالاستفاضة وهكذا بالشهرة، بالاستفاضة والشهرة، يعني إذا وجدنا أن الراوي قد اشتهر كونه ثقة وشاع الثناء عليه من بين العلماء، العلماء يقولون فلان ثقة، فلان يعني صدوق، فلان كذا، فشاع الثناء عليه وانتشر الثناء وأصبح مشهورا بين العلماء بأنه عادل، فهكذا إذن تثبت العدالة. مثل الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى ثبتت عدالتهم لأنهم مشهورون بذلك، مشهورون بذلك، وهكذا سفيانين، سفيان الثوري رحمه الله تعالى وسفيان ابن عيينة، سفيان ابن عيينة، وهكذا غيرهم من العلماء الذين انتشر الخبر في بين العلماء أنهم من الثقات، أنهم من العادلين، وهكذا الإمام الأوزاعي كذلك. ثم بينا أن العدالة تثبت بأحد هذين الأمرين. هنا ذكر صاحب الكتاب مذهب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في ثبوت العدالة، ومذهبه يختلف عن مذهب الجمهور. حافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى يرى أن كل عالم معروف حامل العلم معروف العناية بهذا العلم، يعني هو يهتم بهذا العلم، محمول أمره على العدالة، يعني وجدنا أن العالم هو يحمل علما، يحمل علم الحديث، وهو يهتم بعلم الحديث، يهتم بعلم الحديث، يقول نحمل أمره على العدالة ونقول أنه عادل، نقول أنه عادل. واستدل على مذهبه هذا من الحديث الذي ذكره صاحب الكتاب هنا، يقول يحمل هذا العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، من كل خلف، الذين يأتون بعد السلف خلف عدوله، أي العادلون، ينفون عنه تحريف الغالين، ينفون عنه تحريف الغالين، أي يطردون تحريفات المبتدعين في القرآن والسنة، في معاني القرآن والسنة يطردون ذلك، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، انتحال المبطلين يعني ادعاء المبطلين، أهل الباطل يدعون أشياء، فالعلماء هم ينفون عن العلم انتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، تأويل الجاهلين إذا أولوا في القرآن والسنة خلاف ما هو المعنى الصحيح، فهؤلاء يطردون ذلك. فالآن هذا الحديث لما رأى إليه الحافظ ابن عبد البر قال هذا يدل على أنه لا يحمل العلم غير عادل، كل من حمل العلم فهو عادل، لأنه جاء في هذه الرواية يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، العادلون فقط يحملون، أما غير العادلين لا يحملون، ولكن هذا القول لم يرضى به العلماء، وهذا الشرح لم يرضى به العلماء. أولا قالوا أن الحديث لم يصح، الحديث لم يصح، هذا الحديث قالوا ليس بصحيح، ثم قالوا على تقدير الصحة، على الفرض أنه كان صحيحا، نقول ليس معناه كما فهم الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، بل المعنى الترغيب ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ليحمل، يحمل هنا بمعنى ليحمل، يعني ينبغي للعادلين أن يحملوا هذا العلم، بدليل أن هناك من يحمله وهو غير عادل، بدليل أن هناك من يحمله وهو غير عادل، فأنتم أيها العادلون عليكم أن تحملوا هذا العلم، فهذا فيه ترغيب لحمل الحديث ولحمل هذا العلم للعادلين حتى لا يتقدم غير العادلين في حمل هذا الحديث،
لأن غير العادلين لو جاءوا يحملون الحديث فيصبح الأحاديث كلها عندنا ضعيفة، ولأجل ذلك هذا الترغيب. فهذا يدل على أن مذهب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى غير مقبول عند العلماء. طيب، بما تثبت يعني بما يثبت ضبط الراوي، أو كيف يعرف ضبط الراوي؟ يعرف ضبط الراوي بموافقته للرواة المتقنين للحديث. وجدنا أن الثقات الذين هم يتقنون الحديث كما رووا الحديث هكذا رواه فلان، ففلان أصبح ضابطا وعرف ضبطه. عرف ضبطه لماذا؟ لأن فلان هو يوافق الثقات المتقنين للحديث في رواية الحديث، فإذا لا يخالفهم هذا يدل على أنه أيضا ثقة وأنه ضابط للحديث، أنه ضابط للحديث. فلأجل ذلك إذا نريد أن نعرف هل أحد الرواة هو ضابط أم لا، نحن نبحث عن جميع رواياته ثم نعرض رواياته على رواية الثقات المتقنين ونقابل بينهم. فإذا وجدنا أن رواية هذا الرجل الذي نريد أن نعرف عن ضبطه توافق روايته روايات الثقات المتقنين، نعرف أنه ضابط وأنه لا يعني ليس بضعيف، هو ضابط نعلم بذلك. وإذا يعني حصل منه الخطأ في بعض الأحيان وخالف الثقات في بعض الأحيان فهذا لا يضر في ضبطه، هذا لا يضر في ضبطه. ولكن إذا كثرت مخالفته للثقات فيقال إنه يعني اختل ضبطه وأصبح هذا الرجل ضعيفا ولم يبقى ضابطا عند العلماء، مفهوم؟ فنحن ننظر هل الراوي الذي نريد أن نعرف عن ضبطه هو في رواياته يوافق الثقات المتقنين أم لا. إذا وجدنا أنه يوافقهم في الأكثر نقول هو ضابط، إذا وجدنا أنه يخالف الثقات المتقنين في الأكثر نقول هو ضعيف وليس بضابط. ثم يقول هل يقبل الجرح والتعديل من دون بيان سببه؟ يعني أحد من العلماء يقول فلان ليس بثقة، فلان ليس بثقة ولكن لا يبين سبب لماذا هو ليس بثقة، أو يقول فلان عادل، فلان ثقة ولكن لا يبين السبب، فهل يقبل هذا الجرح والتعديل بدون بيان السبب أم لا؟ فيقول أما التعديل فيقبل بدون بيان السبب، أما التعديل فيقبل بدون بيان السبب. لماذا؟ لأن أسباب التعديل كثيرة جدا يصعب حصرها، أسباب التعديل كثيرة فلا يمكن حصرها، لا يمكن أن نجمع جميع أسباب كونه ثقة، لا يمكن ذلك. ولأجل ذلك يقول التعديل يمكن بدون بيان السبب، لأن الإنسان إذا أراد أن يعدل أحدا فيحتاج إلى أن يقول مثلا هو لا يفعل كذا، هو لا يفعل كذا، مثلا يقول هو لا يكذب، هو لا يكذب، هو لا ينسى، هو لا يفعل كذا، أو يقول هو يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. وهذا هذه الأسباب كثيرة جدا، يمكن أن نبين أسباب كثيرة حتى تدل على أنه عادل. فيقول التعديل يقبل بدون بيان السبب، التعديل يقبل بدون بيان السبب. أما الجرح لا يقبل بدون بيان السبب، الجرح لا يقبل بدون بيان السبب، لأن الجرح يمكن بيان سبب الجرح، لأن الجرح يمكن أن يكون سبب واحد سببا للجرح، نستطيع أن نبين ذلك، مفهوم؟ مثلا نقول هذا الراوي ضعيف ومجروح، لماذا؟ لأنه يكذب في كلامه العادي، يكذب في كلام العادي، وإن لم يكن يكذب في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يكذب في كلام العادي، فهذا سبب واحد يكفي لجرحه، سبب واحد يكفي لجرحه. فلأجل ذلك لما أننا لا نحتاج إلى أن نذكر أشياء كثيرة في الجرح، فقد يكفي يعني بيان سبب واحد في الجرح، فلأجل ذلك ينبغي أن يكون الجرح مع بيان السبب، ولا يقبل الجرح بدون بيان السبب. وثانيا هنا يشترط أيضا بيان سبب الجرح، لأنه قد يكون السبب يعني جرحا عند بعض العلماء لا يكون جرحا عند العلماء الآخرين. يعني قد نجد أن الواحد هو يرى شيئا جرحا والعلماء الآخرون الجمهور لا يرون ذلك جرحا. مثلا الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان يحتاط كثيرا في أخذ الروايات، فيوم من الأيام سافر لأخذ الرواية عن محدث، وذهب أن المحدث يسلي الحمار
بكيس خالي من الحبوب، يدعو الحمار إلى كيس وهو ليس فيه حبوب، خالي، كأنه يخدع الحمار، كأنه يخدع الحمار أو يسلي الحمار تسلية. فلما رأى الإمام بخاري رحمه الله تعالى رجع، ما أخذ الحديث عنه، كأنه جرحه بهذا الأمر، وهذا ليس بجرح عند العلماء الآخرين، عند العلماء الآخرين هذا ليس بجرح الذي يكون سبب لترك حديثه، مفهوم؟ فلأجل ذلك بعض الأحيان قد يكون السبب جرحا عندنا لا يكون جرحا عند الجمهور، مفهوم؟ فلأجل ذلك لابد من بيان السبب حتى نعرف الجرح الذي اعتبره ليجرحه هل هو في الحقيقة جرحا عند الجمهور أم لا، لنعرف ذلك. فلأجل ذلك لابد من تعيين وتوضيح الجرح، لماذا جرح فلان، ما هو السبب في ذلك، أما التعديل يمكن بدون بيان السبب، وهذا مذهب الجمهور. لأجل ذلك نجد أن العلماء من الجمهور مثل الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله تعالى هم أخذوا الروايات من بعض الرواة الذين جرحهم العلماء الآخرون، لماذا؟ لأن الجرح كان غير مفسر، لأن جرحهم كان غير مفسر، يعني لم يفسروا ولم يبينوا السبب، لم يبينوا السبب لماذا جرحوهم. لأجل ذلك نجد أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى روى عن عمرو بن مرزوق وقد جرحه بعض العلماء، ولكن بدون تفسير الجرح، بدون بيان سبب الجرح. والإمام البخاري رحمه الله روى عنه، إمام مسلم رحمه الله تعالى روى عن سويد بن مسلم روى عنه، ومع أنه بعض العلماء جرحوه، وهكذا فعل الإمام أبو داود رحمه الله. وهذا يدل على أن الجرح متى يقبل؟ إذا بين سببه، وإذا كان الجرح مفسرا، إذا كان الجرح مفسرا، وإلا فلا يعتبر. نعم. الأحاديث تبلغنا عن طريق الرواة، لأن الرواة هم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فتصل إلينا الأحاديث عن طريق الرواة. نعم. هم الركيزة الأولى، الركيزة الأولى، الركيزة بمعنى الأساس، المركز، الاعتماد الأول، الاعتماد الأول، المركز والأساس والاعتماد الأول، نعتمد عليهم في معرفة صحة الحديث أو عدم صحته. إذا وجدنا أن الراوي صحيح نحكم على حديثه بالصحة، إذا وجدنا أنه ضعيف نحكم على حديثه بالضعف. نعم. اهتم علماء الحديث بالرواة، فاهتموا بهم فجمعوا أحوالهم وتاريخهم، تاريخ الولادة، تاريخ الوفاة، وأين سافروا، وإلى من هم مشايخهم ومن هم تلامذتهم، وكل هذا جمعوه لأنهم يعرفون أن هذا يعيننا على معرفة حكم حديثهم. نعم. شرطوا لقبول روايتهم شروطا دقيقة محكمة تدل على بعد نظرهم، أي على اتساع نظرهم، نظرهم واسع، نظرهم واسع على اتساع نظرهم، وسداد تفكيرهم، أي صواب واستقامة تفكيرهم، صواب واستقامة تفكيرهم، وجودة طريقتهم، أي صحة أصولهم، فهذا كله يدل على ذلك. نعم. لم تتوصل إليها أي ملة من الملل، هذه الشروط التي اشترطها علماء الحديث لم يشترطها أحد من الناس الذين كانوا في أديان مختلفة، أهل الأديان المختلفة. يقول لم تتوصل إليها، أي لم تصل إليها ولم تبلغ إليها أي ملة من الملل، أي دين من الأديان لم يصل إلى مثل هذه الشروط، حتى في هذا العصر الذي يصفه أصحابه، أصحاب هذا العصر، هذا الزمان، هم يصفون هذا الزمان بالمنهجية والدقة، بالمنهجية والدقة، يقولون قد ترقينا في هذا الزمان تكنولوجيا، هذا الزمان زمان التكنولوجي، كل شيء في سوشيال ميديا، فيقولون بالمنهجية والدقة، يعني فيها يعني جدة والترقي بسرعة واكتشاف الأشياء بسرعة،
نعم. فإنهم لم يشترطوا في نقلة الأخبار، نقل جمع ناقل، نقلت الأخبار جمع اسم الفاعل، نقلت الأخبار الشروط التي اشترطها علماء المصطلح في الراوي. فهم يأخذون الأخبار، هم يقبلون الأخبار بدون هذه الشروط. في هذا الزمان هم يقبلون الأخبار، واحد يأتي ويقول حدث في موضع كذا كذا وكذا، فيقبلون الخبر بدون هذه الشروط. نعم. ولا أقل منها، وما جعلوا الشروط قريب منها أيضا، ما جعلوا الشروط قريب من شروط علماء الحديث. علماء الحديث جعلوا شروطا دقيقة محكمة، وأما هؤلاء الذين يصفون ما يعني زمانهم بالمنهجية والدقة والترقية، فهؤلاء لم يشترطوا في ناقل الأخبار مثل هذه الشروط ولا الشروط التي كانت أقل من هذا. نعم. فكثير من الأخبار التي تتناقلها وكالات الأنباء الرسمية، وكالات الأنباء الرسمية يعني الجماعات الموكلة من قبل الحكومة لجمع الأخبار، الجماعات الموكلة من قبل الحكومة لجمع الأخبار، فهؤلاء أيضا لا يعني عندما يأتون بالأخبار لا يوثق بها أو لا يوثق بها، يعني لا يعتمد عليها، لا يعتمد عليها ولا يركن إلى صدقها. يمكن أن نقول لا يعتمد إلى صدقها أو لا يركن، أي لا يمال، لأن الركن ركن بمعنى الميل، لا يمال إلى صدقها، يعني الإنسان لا يستطيع أن يعتمد على صدقها. يرحمك الله. لماذا لا يمكن الاعتماد على أخبارهم؟ وذلك بسبب رواتها المجهولين، لا نعرف رواتهم. نعم. ما آفة الأخبار إلا رواتها، يعني الخبر يكون غير صحيح بسبب الرابي، بسبب الرابي، الرابي ليس عنده يعني تحقيق ويبين بدون التحقيق، فتحصل الأخبار الخاطئة. نعم. نعم، بعد قليل يظهر أن الخبر الذي نشره فلان خبر غير صحيح، خبر غير صحيح. لأجل ذلك نجد أن علماءنا اشترطوا شروطا دقيقة محكمة لم يصل إليها أحد لا في هذا الزمان ولا قبل ذلك. نعم. العدالة والضبط. نعم. نعم، سليما من أسباب الفسق، أي لا يفعل ما يحكم عليه بالفسق، وهكذا سليما من خوارم المروءة، يعني من نقص الرجولة ومن نقص المروءة، والمقصود أن يكون متخلقا بالآداب الإسلامية، يكون متخلقا بالآداب الإسلامية. تذكرون نحن ذكرنا المثال لخوارم المروءة، ما هو؟ نعم، مثلا راوي يروي الحديث يمشي في الطريق في السوق ويأكل ماشيا، هذا خلاف للآداب الإسلامية. الإنسان إذا أراد أن يأكل يجلس في مكان، يغسل يديه، يسمي الله ثم يأكل. نعم. نعم، إذا لم تكن هذه الصفات القبيحة الخمسة في الراوي نقول أنه ضابط، أنه ضابط، لا يخالف الثقات، لا يخالف الثقات، ليس فاحش الغلط، ليس سيء الحفظ، ليس بمغفل، وليس كثير الأوهام، فنقول هو ضابط. نعم. نعم، تنسيس المعادلين عليها، يعني العلماء هم يعينون فلان عادل، فلان عادل، ويحكمون عليه بالعدالة، بتنسيس المعدلين على العدالة، عليها أي على العدالة، أي ينص علماء التعديل أو واحد منهم عليها، هم يقولون فلان عادل. نعم. وإما بالاستفاضة والشهرة، الاستفاضة أيضا بأن يصبح مشهورا،
نحن درسنا في المستفيض، درستم المستفيض، يقول العلماء أنه مترادف للمشهور، مترادف للمشهور، فالمستفيض يأتي بمعنى المشهور، بمعنى المشهور. طيب كفاه، كفاه ذلك، يعني لا يحتاج إلى شيء آخر. إذا يعني اشتهر بين العلماء أنه عادل، وأنه يعني الناس يثنون عليه خيرا، فهذا يكفيه ولا يحتاج بعد ذلك إلى معدل ينص عليها. نعم. نعم. والآن لو جاء واحد وقال الأئمة الأربعة أحد منهم مجروح، لا يقبل كلامه، لا يقبل كلامه، لأنه شاع الثناء عليهم وأنهم لا يحتاجون إلى معدل يعدلهم، لا يحتاجون، قد علم أنهم أصحاب العدالة، فإذا رووا الحديث مباشرة مقبول. الأئمة الأربعة رحمه الله إذا رووا الحديث مقبول مباشرة. طيب. نعم. حتى يتبين جرحه بأنه مجروح، وقبل ذلك هو عادل عنده. نعم. من كل خلف عدوله. نعم. عدول جمع عادل، يحمل هذا العلم من كل خلف، والخلف الذي يأتي بعد من سبق، بعد السلف، الذي يأتي بعد السلف يقال له الخلف. ينفون عنه تحريف الغالين، أي يطردون عن العلم تحريف الغالين، الغالين أصحاب المبالغة، والمقصود المبتدعة، المبتدعة هم يحرفون المعاني في القرآن والسنة، فهؤلاء يطردون عن العلم تحريفات المبتدعين. نعم. وانتحال المبتلين، أي الادعاءات الكاذبة، يعني هناك ادعاءات الكاذبة من الناس، فهؤلاء ينفون عن العلم ذلك، يطردون عنه ذلك. وتأويل الجاهلين، تأويل القرآن والسنة إلى غير الصواب، إذا قال أحد يعني في القرآن شيء وأول فيه من دون أن يكون صحيحا، فهذا هو تأويل الجاهلين، فالعلماء يردون ذلك. نعم. يعني العلماء لم يقبلوا قول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. نعم. الجواب الأول لعدم قبول هذا القول، لأن الحديث غير صحيح. نعم. الثاني نعم يقول على فرض صحته، يعني لو اعتبرنا أن الحديث صحيح، أولا الحديث ليس بصحيح، لكن لو قدرنا أن الحديث صحيح، فنحن نقول ليس معناه كما فهم الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، إنما معناه ليحمل هذا العلم، وهذا ترغيب، هذا ترغيب ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني ينبغي للعادلين أن يحملوا هذا العلم، بدليل أن هناك من يحمل هذا العلم وهو غير عادل. نعم. المتقنين في الرواية الذين يحفظون حفظا جيدا، فهم المتقنون في الرواية ويحفظون جيدا. نعم. فإن وافقهم في رواية غالبا، يعني في الأكثر هو يوافق الثقات، فنقول هو ضابط، لأنه لا يخالف الثقات في الأكثر بل يوافقهم في الأكثر. نعم. ولا تضر مخالفته النادرة لهم، مخالفته النادرة يعني الشاذة قليلة لهم، أي للثقات لا تضر ذلك، لأن الإنسان يخطئ، يمكن أن العادل الضابط أخطأ وخالف الثقات، يمكن هذا يعني، ولكن إذا كان قليلا. نعم. نعم. إن كثرت مخالفته لهم، إن كثرت مخالفة الرابي للثقات المتقنين في الرواية اختل ضبطه، أي ضعف ضبطه، ضعف ضبطه، أصبح في ضبطه خلل،
اختل من الخلل، أصبح في ضبطه خلل وضعف ضبطه ولم يحتج به، ما بقي يعني من يعتمد عليه في الاستدلال بدليله. نعم. نعم، يصعب حصر هذه الأسباب. لماذا؟ إذ يحتاج المعدل أن يقول مثلا لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، أو يقول هو يفعل كذا ويفعل كذا وكذا، وهذا كله لا نحتاج إليه في التعديل. قد يقولون أنه عادل وهذا يكفي. نعم. نعم. إلا مفسرا، يعني مع بيان السبب. مفسر معناه مع بيان السبب. نعم. أولا لأنه لا يصعب ذكره، كما قلت لكم، يعني يقول إنه لا، إنه يكذب في كلامه العادي، يكذب في كلام العادي، فهذا سبب واحد يكفي لبيان جرحه. وهكذا الناس مختلفون في الجرح، في أسباب الجرح، قد يكون الجرح عند البعض لا يكون عند الآخرين. نعم. نعم. وذكر القتيل بن ثابت انه مذهب الائمه في انفراد الحديث من قاله مثل البخاري ومسلم وغيرهما. ولذلك قد البخاري بجماعه قد سبق من غيرهم جرح له. نعم. هناك من العلماء الذين جرحوا بعض العلماء، ولكن نجد أن الإمام البخاري وإمام مسلم رحمه الله قبلوا منهم الرواية لأن الجرح كان غير مفسر. نعم. كعكرمة وعمر بن مرزوق، واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم، وهكذا فعل أبو داود، وده يثبت إلا إذا فسر سببه، إذا بين السبب فالجرح مقبول وإلا لا.